ابتهجوا هؤلاء الأطفال حين دخلوا مدينة الألعاب التي وصلوها بمعية أقرانهم المصابين بمرض الثلاسيميا في سفرة نظمها اتحاد العمال وذوي المهن الصحية بمناسبة اليوم العالمي لمرض الثلاسيميا وتحت شعار الصحة الجيدة تضيف حياة إلى سنوات عمرنا، فعالية ترفيهية للمرضى المصابين والذي سعى القائمون من خلالها على الصحة النظيفة للمرضى. مناسبة اليوم العالمي لمرضى الثلاسيميا واستذكارا لهذه المناسبة ودعما للجهود الإنسانية لهذه الشريحة، بادر اتحاد نقابات العمال في محافظة المثنى ونقابة ذوي المهن الصحية التابعة إحدى نقابات الاتحاد في المثنى بالتعاون مع الأطباء المتواجدين داخل المستشفى المختصين في هذه الأمراض. نحتاج إلى توفير العلاج، توفير كميات كبيرة من هذا العلاج. اليوم مطالبنا في هذا اليوم أن ينعم بلدنا بالسلام وينعم هؤلاء الأطفال بالعيش الرغيد. اليوم العالمي لمرضى الثلاسيميا، طبعا نقابة العمال هي اللي سوت هاي المبادرة، طبعا المبادرة كلش مرحب بها ومشجعها، واحنا يعني كمؤسسة كلش يعني من المرحبين بهيج مبادرات، لان هاي المبادرة تقريبا هي تعتبر شيء مغاير عن جميع الاشياء اللي مرت بها مرضى الثلاسيميا. ذوي المرضى ثمنوا دور القائمين على هذه المبادرة، فيما طالب البعض الآخر منهم بضرورة الاهتمام بهذه الشريحة من المصابين وتوفير العلاجات وإدراجهم ضمن شبكة الحماية الاجتماعية. علاج أسعهم ما مقصرين وانا المستشفى، بس هو قليل، يعني يعطونك علاج مرة 3 أيام 4 أيام، أنت يعني كل 5 أيام كل يوم أنت جاي للمستشفى. نطالب بعلاج الثلاسيميا أولا ويعطونا لمدة شهر كامل، مو كل أسبوع نروح ونرد، نروح الساعة 8 ما نرجع لبيوتنا إلا بالثنتين الظهر، هم يا ريت يعطونا اياه اول ما نروح. هاي اهم شيء هو العلاج، والله رواتب ماكو، هاي الورقه معطيني اياها صار سنتين على راتب. احنا هنا مرضى الثلاسيميا يعني ما جاي يوفرونا خدمات، علاج ماكو، علاج الدسفرار ابد ما موجود بالسماوه، ومو هسه يعني صار لنا قبل 6 أشهر ماكو علاج، ابد ماكو علاج، واغلبيه هسه الثلاسيميا اللي هنا الموجودين يعني يحملون مرض الفيروس، فيروسات يعني بانواعها السي والبي والاي. هنا احنا انا بالنسبه لي مصاب بفيروس سي وماكو علاج اصلا لا بالسماوه ولا ببغداد ولا بالنجف، راجعنا ابد ماكو. يذكر ان مرض الثلاسيميا هو اضطراب وراثي يحدث في خلايا الدم ويوصف بانخفاض عدد كريات الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي. لقناه صلاح الدين الفضائيه حسين الخزعلي المثنى.